كنت أسألك عن تعليقك بخصوص هذه التصريحات. فعلا كما سبقت وأن ذكرت، قلت أن آخر واحد في فرنسا يتكلم عن علاقة الجزائر مع فرنسا هو ساركوزي، لأن هذا الرجل من يوم رئاسته لفرنسا وهو بأجندة واضحة نحو الجزائر، أجندة على أساس تخريب العلاقة الجزائرية الفرنسية، عملية إضرار بهذه العلاقة، الانحياز للمغرب، انحياز مفضوح، عدم اعتراف بقضايا بين الجزائر وفرنسا، خاصة قضايا الذاكرة وقضايا التاريخ. وأن هذا الرجل ينطلق من لوبي صهيوني المتواجد المؤثر في فرنسا، فهو كل مواقفه وكل تصرفاته مبنية على هذا الأساس. وهو رجل كما سبق وأن ذكرت، ورجل قام بتدمير بلد كبير بليبيا، دمر ليبيا وقتل القذافي، قتله القذافي كما يعرف الجميع أنه مول الحملة الانتخابية لساركوزي، وأن ساركوزي كان يستفيد من قذافي ومن أموال قذافي لإدارة حملة، وهو متهم في القضاء الفرنسي في قضية لم تفتح بعد، هي قضية تمويل الحملة الانتخابية الأولى والثانية في 2012. فساركوزي خرج يده ملطخة بالدماء ويده بسوار إلكتروني متابع قضايا ومدان 3 سنوات، منها سنة نافذة. رجل فاسد بكل مقاييس الفساد، رجل متحيز للمغرب، ليس فقط متحيز وإنما هو عميل عند المخزن يتقاضى مقابل انحيازه للمغرب. وهو قد صرح في عدة مرات، في 2016 في محاضرة بأبو ظبي صرح أنه لا يعترف بالصحراء الغربية ولا بحقوق الشعب المغربي، وأن كل ما هو موجود هي أرض مغربية، وأن الجزائر هي التي تفتعل هذا المشكل، وأن ليس هناك مشكل يسمى مشكل الصحراء الغربية.